مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. انتهى موسم الأضاحي وبدأ موسم العودة إلى المدارس، وعبء جديد يضاف إلى كاهل الأسر المصرية التي تشكو من موجة لا تنتهي من الزيادات المستمرة للأسعار بدرجة تفوق مواردها المادية والشرائية. ومع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد في مصر، يجوب أولياء الأمور الأسواق والمكتبات لشراء الاحتياجات أبنائهم من الأدوات المدرسية، وإن كان الإقبال هذا العام بدرجة أقل من سابقه بسبب ارتفاع الأسعار، بينما عبر عدد من بائع الأدوات المدرسية بسوق الفجالة بوسط القاهرة عبر عن استيائه من الركود الشديد الذي اجتاح المحلات، معللين ذلك بتعاقب مناسبتين وهما عيد الأضحى وبدء العام الدراسي، ما أثر بشكل واضح في القوة الشرائية للمواطنين. أمر ما بيجيبش كشكول ولا اتنين، ده بيجيب الدست اللي عنده 3 أطفال ولا عنده 5 أطفال بيجيب الدست، فهم مقدرين إن الناس ديت هتجيب منين ولا هي كده سبهللة. ده الموضوع، عايزين نعرف مين اللي بيتحكم في الموضوع ده، ومين اللي بيحط الأسعار دي، ومين اللي بيحط القيمة إن احنا نعلي ونوطي، ولصالح مين؟ أنت المفروض تنزل عشان الناس تعرف تعلم ولادها، مش تعلي. أمال احنا عاملين مجانية التعليم وأصلا مفيش مجانية تعليم. فئة معينة ممكن تتحمل ده، وفئة تانية أو فئة كبيرة للشريحة الأكبر من الشعب المصري أو أولياء الأمور مش هيقدروا يتحملوا العبء ده. دي حاجة. تاني حاجة، الزيادة لما تكون بنسبة 100% بناء على إيه؟ لازم 200%، يعني الحاجة اللي بنجيبها بجنيه بنجيبها ب2 جنيه، ده بناء على إيه؟ لازم لما الحاجة تغلى على أي شخص، سواء سلعة أو أي كوموديتي أو يعني حاجة معينة، لازم الواحد يعرف ليه 100% أو ليه 200%، مش زيادة وخلاص. دي حاجة. تاني حاجة، لازم يبقى في جاستيفيكيشن، يعني في سبب ورا ده، مش عشان الحاجة غليت أو حاجة مثلا بتستورد من بره فبنضطر نحمل العبء ده على المواطن المصري أو أولياء الأمور. دي حاجة. تاني حاجة، حاجة تانية، أولياء أمور كتير عندهم ما شاء الله بالأربع والخمس عيال، فمش هيقدروا يتحملوا حاجة زي كده. ده غير زيادة المصاريف المدرسية، سواء المدارس الحكومية واللغات، أنا آسف، الخاصة واللغات دلوقتي مصاريفها غليت جدا. وطبيعي أي ولي أمر بيبقى عايز يعلم ولاده تعليم أحسن، فبيحاول حتى لو مش هودي كل عياله يبقى عيل أو اتنين في مدرسة خاصة أو مدرسة لغات. بأبو جنيه بقى ب2 جنيه. كشكول 56 مثلا كان ب 175 قرش بقى ب3 جنيه. الكشكول ال 40 مثلا كان جنب جنيه ونص بقى ب2 جنيه ونص. كل حاجه زادت. البكره الستوب من 3 جنيه ونص بقى ب5 جنيه كده، يعني كله زياده. الشغل قل، الشغل قل وخف، وما بقاش في شغل زي الاول. وكنت الاول مثلا بتباع في اليوم مثلا ب5000 وليكن، بقيت باع ب1500 بس، والزبون بيجي يطفحنا عشان الحاجه طبعا غاليه. هو بالنسبه لزياده الاسعار عامه للكتب السنه دي زايده كتير جدا، يعني من غير ما تزيد 200% هي زادت كتير. الاهلي هتعمل ايه؟ هتجيب كتب ولا هتجيب دروس ولا هتصرف على الاولاد؟ لازم يبقى في رأفة شويه. وبعدين لما تبقى الزياده مثلا 10 ساغ ما نزودهاش احنا 10 جنيه و5 جنيه. يعني احنا مشكلتنا في مصر المكتبات والتجار مش حاسين بالناس. لازم يكون في دور للحكومه ودور للمجتمعات المحليه، وطبعا دور الشعب نفسه، ان يا اما يحجم عن استخدام هذه الحاجات او يبلغ عنها. إنما تترك كل شيء كده بنسبة 200% ده كلام فاضي. هذه صورة حية عن معاناة الناس المصريين في الدخول المدرسي نتيجة للغلاء. ونلفت انتباهكم إلى أننا نتلقى آراءكم واتصالاتكم عبر الهواتف التي تظهر على الشاشة. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة محمود العربي الصحفي الاقتصادي. محمود، كيف تصف هذا الغلاء؟ كيف سيذهب أطفال المدارس إلى المدارس؟ ما هي مشاعر الآباء الذين ينظرون وقد لا يشترون؟ مساء الخير. اولا هو للاسف ان الادوات المدرسيه ما فيهاش رفاهيه، بمعنى يعني ان انت ممكن تقلل في اثمان حاجات انما ما تقدرش تستغنى عنها، يعني الكشاكيل، الكراريس، المساطر، البرايات، الاستيكه، الزمزميه، الشنطه، الزي، كل الحاجات دي انت ما تقدر تشتري الحاجات اردا شويه او ارخص نوعا ما، انما ما تقدرش تلغيها. هي مش لحمه علشان مثلا مش هتاكلها او تقاطع التاجر فيها. التعليم، مستلزمات المدارس والتعليم بشكل عام بياخد
حيز كبير جدا جدا من انفاق الاسره المصريه، وبيبقى مقدم على كل شيء، يعني مقدم على لبس الاب والام، وان كان اخ كبير او اي حاجه، مقدم حتى كمان او متماشي مع مصاريف الاكل والشرب اللي هي ممكن يقلصوا فيها شويه، لكن الحاجات التعليميه والمستلزمات المدرسيه للاسف ما بيبقاش فيها نسبه التقليص كبيره. يعني مثلا ان انت ممكن بدل ما تشتري شنطه لابنك ممكن تجيبها له ب 150، وده نعم هذا يطرح سؤال استاذ محمود. الاسواق بشكل عام، الفجاله وما ذكر في المقدمه، كيف تصف لنا وضعها من حيث الاقبال، من حيث الاسعار، من حيث الناس؟ التجار وفقا لاراء التجار، يعني السوق بيعاني معاناه كبيره، وهناك ركود وانخفاض في المبيعات يتراوح ما بين 30-40% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك لارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 100-150%، وتصل أحيانا في بعض الحاجات ل 200% وقد تزيد. سمعنا سيد محمد، سمعنا قبل حين أحد الآباء يتحدث عن الكتاب، تحديدا الكتاب المدرسي، هناك ارتفاع في السعر، يعني الكتب والإقبال عليها. أيضا مسألة أنه الأب يبحث عن مدرسة متميزة ولكنه لا يستطيع، لأن التعليم لم يعد مجاني بين قوسين كما قال أحد المتحدثين للجزيرة مباشر. ما هو ردك؟ هو مجاني ومش مجاني، بمعنى أن أنت عندك المدارس الحكومية أو التعليم الحكومي أسعار المصاريف المدرسية بتاعته بتتراوح ما بين 60-80 جنيه، وده في حد ذاته قليل، لكن ده لا يمنع من جهة أخرى الإنفاق على الدروس الخصوصية. طبعا في ثلاث أنواع للتعليم في مصر، اللي هو التعليم قبل الجامعي أو التعليم الأساسي، في المدارس الخاصة وفي المدارس الدولية والتعليم الحكومي. المدارس الخاصة صريف أسعارها بتتراوح، أقل مدرسة خاصة بتتراوح ما بين 4000 ل 6000 وترتفع احيانا ل 12000 و15000. المدارس الدوليه بتبدا من 30000 وانت طالع، يعني في كمان بعض المدارس بيصل مصاريفها المصاريف بتاعه المدرسه بس 100000، بس احنا ده ما لناش علاقه بيه. اللي هيدخل ابنه مدرسه دوليه ده معناه ان هو قادر على الصرف ويتحمل الاعباء. خليني اتكلم عن المواطن محدود الدخل تحديدا، او اللي بيعاني من الموضوع ده، وده هو السواد الاعظم وكل المواطنين في مصر. يعني مش هكلمك يعني على النسبه اللي هي هتودي مدرسه خاصه او المدرسه الدوليه، خليني في اللي بيتعلم في تعليم حكومي مجاني، نقدر نقول عليه مجاني، يعني ال 68 جنيه مش فلوس، او ال 60 جنيه مش فلوس في الوقت ده، لكن هو في المقابل المدارس كثافه الفصول فيها عاليه، ما فيش اهتمام بالشرح كافي، ده اللي بناخذه عليهم. اللي اولياء الامور بيعوضوا ذلك في الدروس الخصوصيه، ولكن خليني برضو زي ما يعني بنرصد الايجابيات والسلبيات، خليني اقول لك ان معظم الاوائل الطلبه طلعوا من تعليم حكومي. نعم. يعني وكان اشهرهم اللي هي بنت حارس العقار. شكرا لك محمود العربي، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصاديه، ويبقى او ينضم الينا الان عبر سكايب من القاهره الاستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي. استاذ ممدوح مرحبا بك. هناك جمارك على السلع المستورده من الصين، الادوات المدرسيه تم استيرادها من الصين، لكن الغلاء فاحش، أليس كذلك؟ صف لنا بنظرتك الاقتصادية هذا الوضع، كيف يواجهه المصريين في دخول مدرسي حار جدا؟ بالفعل هناك العديد من العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الدراسية، كما ذكرت أن تم رفع الجمارك على الأقلام سواء الرصاص أو الجاف. نعم. في شهر فبراير من العام الماضي، ثم رفع آخر في شهر ديسمبر من العام الماضي لتصبح النسبة 60%. العامل الآخر هو سعر الصرف، حيث أيضا تم زيادة الدولار الجمركي الذي يتم عليها الحساب مع الجمارك للضعف في نوفمبر من العام الماضي.
ايضا يعني المطابع تشكو من ارتفاع الكهرباء مما زاد من المصروفات عليها، كذلك زياده اسعار البنزين زاد من سعر النقل. كل هذه العوامل يعني اثرت في زياده اسعار المستلزمات الدراسيه. نعم. رب الاسره مطالب في بدايه العام الدراسي بسته امور، يعني الادوات المدرسيه احد هذه السته امور، لانه بجانب الادوات المدرسيه والشنطه المدرسيه هناك الملابس المدرسيه نعم. وملابس الالعاب، ثم نفقات الغذاء اليومي سندوتش المدرسه لكل تلميذ، ثم مصاريف او رسوم الدراسه، ثم مصاريف الانتقال الى المدرسه والعوده منها. هل يستطيع استاذ ممدوح يعني بالنظر الى رواتب المصريين في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، هل يستطيع الاب والام المصري ان يواجه هذه المتاعب المتعدده وقد ذكرت كثيرا منها في الدخول المدرسي؟ يعني بالفعل هناك معاناه، ولكن كما قال الزميل ان تلك المساله ضروريه واولويه لدى الاسره المصريه. البعض يتحايل مثلا الكتب الخارجيه يشتريها من الاماكن السوق المستعمله، البعض يتحايل بانه يرتدي ملابس العام السابق، البعض يتحايل ايضا فيما يخص يعني المستلزمات بشرائها من نوعية أقل نعم. جودة، أو يقسم الاحتياجات على الفصلين الدراسيين، بما يعني يؤدي أنه يسير الأمور حتى يستمر الأولاد في التعليم باعتباره الاستثمار الأساسي لدى الأسر المصرية. أستاذ محمود أرجو أن تبقى معي، وسيكون السؤال فيما بعد عن الإنتاج. لماذا السوق المصرية والعربية بشكل عام هي كلها للسلع الصينية؟ معنا أم عصام عبر الهاتف من القاهرة. أم عصام، كيف هو حالك مع المدرسة وأيضا مع الأبناء في الدخول الغلاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. يا مرحبا. طبعا حالي زي حال كل الشعب المصري، بس الحمد لله أنا عندي أحفاد، يعني ما عنديش عندي بقى، بس عندي ولاد إخواتي وعندي ولاد بناتي وعندي الناس دي، بشوف مشاكلهم في دخول المدارس وفي المصاريف. وطبعا ما هي هذه المشاكل يا ام عصام؟ ما هي هذه المشاكل التي يواجهها احفادك؟ نعم، مشاكل ان طفل في سنه ثانيه ابتدائي مطلوب منه ان يجيب كتاب سلاح تلميذ خارجي ب 75 جنيه. كتاب خارجي 75 جنيه، المس او الاطلع او المدرسه بتاعته بتقول له ده لازم يبقى معاك في المدرسه. ليه؟ لان الكتب المدرسيه غير كافيه لتعليم هؤلاء الطلاب. ده ما قال اخونا المتصل اللي قبل مني، طبعا ناهيك عن الدروس الخصوصيه في الكارثه الكبرى وهي بناء المدارس. ما فيش مدارس حضرتك، الفصل اللي بقى فيه 50 ولا 40 طفل، فهم دلوقتي تعدوا 60 و70 طفل. ليه؟ لان اكتظاظ شديد يعني. من المدارس انضاف ليها، وهي مدارس عاديه انضاف ليها مدرسه ثانيه للتربيه الفكريه، يعني التربيه الفكريه لو المدرسه فيها مثلا 10 فصول، التربيه الفكريه واخده 3 فصول، الثلاث فصول دول بتوزعوا على بقيه المدرسه. يعني انت بدل ما تبني فصول في دوله او شبه دوله، المفروض تبني لك مدرسه او اثنين. تكلفه بناء سجن واحد يكفي لبناء 10 مدارس يا خالد. التصدير والاستيراد والسرقه العالميه، تدمير مصر اقتصاديا. ليه؟ لمصر تصبح مصر بطن تاكل وتشرب من بره، ما عندناش اقتصاد ولا عندنا انتاج ولا عندنا حاجه تخفف عن المواطن. مش هيخفف عن المواطن غير ان انا اصنع غذائي واصنع دوائي واصنع سلاحي واكون انسان حر شريف كريم في بلدي. مصر مش كلب باكل من فلوس العالم ومن منتجات العالم. الصين بتبعت لنا اربع انواع الاجهزه، اربع انواع الاقلام والقرارات، اربع حاجه يمكن درجه مليون. لو رحت السعوديه حضرتك وشفت ان ممنوع في دول الخليج الصين تدخل اي منتج غير الدرجه الاولى وA1 وتبع الارزو بتاعهم، احنا بنضرب بالجزم ان احنا بناخد درجه 100 كمان من درجه 10 ولا 20. احنا عندنا المستوردين بيضحكوا علينا، بياكلونا ويشربونا زباله الامم، زباله الصين بتيجي مصر. وللاسف احنا شعب غربان بنقول امشي جوه الحيط وامشي تحت الحيط وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا شكرا الظالمين.
أم عصام شكرا جزيلا لك. أستاذ ممدوح الولي، يعني أم عصام أثارت بهذه الأحاديث يعني الشجية كثيرا من القضايا، وكنت سأسألك قبل أن تتدخل أم عصام في موضوع الإنتاج، أين هو الإنتاج المصري حتى بالنظر إلى ما هو متوفر في السوق المصرية من إنتاجات مصرية أم عصام تصفها بالرديئة جدا، ما رأيك؟ يعني بالفعل الأدوات المدرسية غالبيتها مستوردة، يعني حتى الأستيكة لا توجد أستيكة إنتاج مصري، وهناك مشروع مؤخرا لإنتاج مثل هذه النوعية من السلع. القلم الرصاص كان هناك مصنع قطاع أعمال عام ثم تم تصفيته، وكان يستورد بعض المكونات مثل الخشب من أندونيسيا، وحاليا يتم استيراد الأقلام الرصاص جميعها وكل الأدوات. حتى القلم الجاف الذي يتم صناعته في مصر جزء من مكوناته مثل السن النحاسي مستورد، وبالتالي لا تكاد السوق المصرية تصنع سوى المصطبة البلاستيك وبعض الكراسات والكشاكيل، مع الاعتبار أن 60% من خامات الورق مستوردة، وكذلك النوعيات الفاخرة من الورق. مصر استوردت ورق يعني صحف وكتابة في عام 2015 بأكثر من 316 مليون دولار، وهي احتياجات متزايدة في ظل. أيضا لابد أن نضع في الاعتبار أن طلاب الكليات العملية مثل الصيدلة والطب والهندسة لهم احتياجات يعني أكثر يعني غلاء وأكثر تأثيرا على الأسر. يعني أين الإنتاج المصري أستاذ محمود مقابل هذا السوق الصيني الذي يملأ بالمناسبة الأسواق العربية كلها؟ أين الإنتاج المصري؟ القضية هنا تعود إلى يعني استطاعة الصين تقديم المنتج يعني بأرخص مما يتم إنتاجه في مصر. يعني شهدنا المنافسة بين الحقيبة الجلدية المصرية والحقيبة الصينية، ورغم أن مصر من الدول المنتجة للجلود والتي تصدر جلود، لكن استطاعت الحقيبة الصينية برخص ثمنها أن يعني تقتل صناعة الحقائب المدرسية في مصر، وبالتالي أن مسألة يعني المنافسة في الجودة والسعر المنخفض، وبالتالي يعني غالبية السلع المدرسية لا تستطيع الصناعة المصرية، وكما ذكرت العديد من الدول العربية لا تستطيع منافسة الأسعار الصينية وجودتها بالنسبة للأدوات المدرسية. والذي يدفع الثمن هو الطالب وولي أمره. شكرا جزيلا لك في القاهرة عبر سكايب الأستاذ محمود الولي الخبير الاقتصادي. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتناول بعده آخر فقرات المسائية وقراءة في أبرز عناوين الصحافة العالمية، ابقوا معنا.